مستمرين معكم مشاهدينا الكرام بفقرات صباح الرياضية المميزة اليوم بألعاب القوى، ورح نحكي الآن عن نشاط مهم جدا وبطولة هي بطولة الاستقلال للمصارعة واللي نشام الأمن العام حصلوا فيها على الذهب. بشرفنا يكون معنا الآن بالاستوديو مدرب فريق المصارعة الكابتن زين كريشان، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. واللاعب الحاصل على ذهبية وزن تحت 77 كيلو جرام عفوا، اللاعب عمرو سعادة، أهلا وسهلا ومبارك على الإنجاز. الله يبارك فيك. صباح الورد لكم، ومتعودين على هاي الإنجازات أكيد، تحياتنا كتير كبيرة للجميع. نتحدث أكثر عن البطولة والاستعداد بداية لإلها مع كابتن زين. الحمد لله رب العالمين، احنا شاركنا بالبطولة الاستقلال، هي اسمها دوري المصارعة. صحيح. يعني تشارك فيها أكثر من 28 نادي وحوالي 380 لاعب، يعني كانت بصراحة من أقوى البطولات المملكة اللي صارت في الأردن، كان تنظيم رائع. يعني عدد كبير يعني. عدد كبير، نعم، كان تنظيم رائع، يعني مشكورين عليه الاتحاد الأردني للمصارعة. تنظيم يعني كل أشاد فيه، حتى الاتحاد الدولي أشاد في البطولة، كان تنظيم كثير رائع. والحمد لله الشباب ما قصروش، أنا شاركت فريق كامل رجال روماني، الحمد لله حصلنا على المركز الأول، ذهبيتين مصطفى القاضي وعمرو سعادة، وفضية عن طريق فارس، وثلاثة برونزيات. ما شاء الله، ألف مبارك. من هون بدنا نبارك لك كابتن عمرو بهذا الإنجاز. الله يبارك فيك. خبرنا كيف كانت التحضيرات للمشاركة بالبطولة؟ التحضيرات قبل البطولة كانت معسكر داخلي صباحي مع الأمن العام والمساء مع تمرينات المنتخب، يعني عملنا بروح الفريق الوحدة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحرز المركز الأول. ما شاء الله. الخفيف ذهبية يعني. شيء بسيط. خفيفة لطيفة. كابتن، أكيد التحضيرات دائما لمثل هاي البطولات الكبيرة، وأنت عم تحكي عن أندية يعني بأعداد كبيرة وأيضا لاعبين بأعداد كبيرة، كان في تخوف طبعا من لاعبين معينين، أسماء كبيرة شاركت، كيف التحضيرات كانت في البداية؟ والله إحنا الحمد لله زي ما قال عمرو، إحنا اشتغلنا على تمرين فترتين صباحية ومسائية، وكان بصراحة يعني الدعم موجود من كل الجهات، من الضباط، من مدير الاتحاد الرياضي ينال بيك الجازي ما قصرش، عطوفتي الباشا اللواء الركن حسين باشا، اللواء الركن حسين باشا الحوات ما قصرش نهائيا، دائما يعني ما بيقصر. يعني إذا بدي أحط ملاحظة بصراحة، يعني الأمن العام صار رافد أساسي للمنتخبات الوطنية. يعني بتشوف الملاكمة مركز أول، المصارعة، الجودو. صحيح. يعني الأمن العام صار فعلا رافد للمنتخبات الوطنية بطريقة يعني كبيرة، والحمد لله كان دعم متواصل من الكل. الكل كان يعني يتابعنا في التمارين، مش بس جهد اللاعبين وجهد المدرب، يعني حتى الإداريين برضو عليهم كان أشياء كثيرة. يعني يعني عندنا نسميه الجندي مجهول، احنا النقيب محمد غنيمير يعني بصراحة مشرف الفريق، ونارت برضو ما قصروش يعني، فالحمد لله رب العالمين. يعني طبعا نوجههم تحية كبيرة ولكل الأشخاص اللي بيساعدوا حتى تحققوا هاي الإنجازات. بس اسمح لي كابتن زين أسأل حضرتك برضو على الجانب النفسي للاعبين، كيف بيكون أثناء المشاركة بهيك بطولات، وحضرتك بتكون أقرب حدا لهم بهذا الوقت، كيف تكون المعنويات، إيش بتحكي لهم عشان يتحمسوا ويتحفزوا ويشاركوا بيه قوة أكثر ويعطوا كل اللي عندهم؟ هسه بصراحة إحنا الأشياء هاي مهمة كثير عندنا بلعبة المصارعة، لأنه اللاعب بيكون بنزل وزن. صحيح. طبعا تنزيل الوزن بيعمل ستريس لللاعب بشكل كبير، عرفه. فإحنا يعني أنا والشباب، يعني قبل ما أكون مدرب أنا كنت لاعب منتخب معهم، وإحنا قريبين من بعض شوي، فغير التمرين غير الأشياء كنا نطلع يعني نشم الهواء مع بعض، أغير لهم جو التمرين، فكنت يعني أشتغل على الموضوع النفسية كثير بصراحة. وموضوع النفسية لللاعبين برضو، يعني عطوفة الباشا كان يعني تطمن عليهم واحد واحد، فهذا كان دافع كبير. طبعاً. عرفتي طبعاً. فالحمد لله يعني ما شاء الله ما شاء الله عليكم. نرجع لعمر، نزالات كثيرة كانت أكيد بين كل، يعني احكي لنا عن أصعب نزال كان بالنسبة لك مع مصارعين آخرين. بس أنا كان بوزني تقريبا 11 لاعب، 10 لاعبين قسمونا مجموعتين دوري دوري، فأنا خلصت 4 نزالات وتأهلت على مجموعتي، جبت الأول. بنفس اليوم ولا كانت على؟ لا كان بنفس اليوم، يعني بين كل مباراة ومباراة تقريبا ربع ساعة. مش أكتر. والنهائي كان برضو بنفس اليوم، النهائي كان مع اللاعب المجموعة الثانية. والأصعب منهم هو النهائي كان شوي يعني، بس الحمد لله رب العالمين استزنا بسهولة. كم جولة أخذت؟ جولة واحدة. جولة واحدة. ما شاء الله عليك. كابتن، نحكي هون برضو على الجانب النفسي لحضرتك، سواء الأسري أو الوظيفي أو الجانب المحيط فيك،
اللي أعطاك هذا الدعم النفسي إنك أنت فعلاً تقدر تنجز هذا الإنجاز؟ والله من الناحية الوظيفية يعني صراحة مديرية الأمن العام نوجه لها شكر لممثل بطولة اللواء ركن حسين باشا الحواتمة ولمدير الاتحاد الرياضي العقيد ينال بيك الجازي، والله ما قصروا معنا، والنقيب محمد الغنميين والملازم نارت والكابتن محمد المرافي والكابتن زين طبعاً يعني كلها أسماء كنا معرفة. كلنا فريق واحد يعني كلنا ما حتى الشباب أسرياً برضو بوجه تحية لوالدي ووالدتي ما بقصروا معاي دائماً بدعموني نفسياً وبحفزوني على التمرين طبعاً أكيد مليون بالمية. نرجع ونتحدث يعني دائماً عيد بداية قبل ما نروح للسؤال لكابتن زين، احنا كل حلقة عنا أمن عام تقريباً وإنجازات جديدة، فتحياتنا للجميع وإن شاء الله هيك منلحق يكون الجميع ضيوف عنا ببرنامج صباح الرياضية، ولازم احنا كمان نروح عندهم بالبطولات القادمة. شو القادم بالنسبة لكم كابتن زين؟ والله احنا إن شاء الله هسه يعني بنشتغل يعني في بطولة العالم العسكرية إن شاء الله بنشوف ألمانيا، يعني هي إن شاء الله هسه يعني بنحضر بالشباب بنعمل معسكرات داخلية وإن شاء الله يكون في معسكر خارجي. يعني الباشا قال لي يعني كل الأمور كل الدعم يعني بصراحة، فإن شاء الله احنا بنحضر عليها إن شاء الله راح نشارك فيها. قبلها راح تكون بطولة عالم لعمر ومصطفى مع المنتخب إن شاء الله بدها كمان شهرين يعني، والشباب يعني لسه صغار يعني لسه بعطوا إن شاء الله وأنا متفائل فيهم يعني كثير إن شاء الله، فإن شاء الله ربنا كريم يعني القادم أفضل بإذن الله. كابتن عمر تحكينا على نمط اليوم اللي أنت بتكون فيه أو الفترة قبل المشاركة بالبطولة، كيف نمط حياتك بيتغير؟ شو بتعمل؟ كيف بتصحى؟ التمرين؟ الأكل؟ طبعا بكون التزام يعني كامل، بكون نوم بدري صحيان بدري، التزام بمواعيد التمرين، مثلا أكلخ بتنظمه، مثلا ما في طلعات سهرات كل واضح بتلغيه يعني كل نومك. كم وجبة تأكل باليوم؟ شو أكثر أشياء بتركز عليها؟ النشويات اللي بفيها أكل فيها بروتين زي الدجاج. نحكي الوزن مهم عندنا عشان هيك احنا برضو مركز انه التغذية ثبات الوزن 100% ثبات الوزن. هلا انا بدي اثبت وزني، انا ببعت مثلا على الشغلات اللي فيها مثلا زي خبز شغلات زي هيك رز، فبضل محافظ على وزني 100%. ما بين التدريب وما بين انك كنت لاعب شو بتفضل اكثر؟ هلا بصراحة ولما تشوف الشباب بالنزالات هيك بتحكي بتصير لا والله بتنزل بدالهم كلاعب يعني لما كنت لاعب صراحة في يعني راحة كثير، يعني في أشياء ما بتفكري فيها أصلا. المدرب لا بصراحة وظيفته أكبر، مسؤوليات أكثر مسؤوليات بتلف على اللاعبين كلهم، بدك تراقب وزنهم، بدك إذا كنت بمعسكر أنت بدك تصحي، أنت بدك تنيب، أنت بدك تراقب الأكل، أنت بدك تحافظ على نفسيته كمان، وبدك تشرح له مع مين بده يلعب مع مين كذا وشو النزال. فبصراحة يعني متعبة، يعني متعبة كثير، يعني فيها تعب كثير. بعدين احنا زي ما قال لك عمرو احنا المصارعة كل مبارياتك بنفس اليوم، يعني فيها مجهود صعب كثير. صحيح. يعني ممكن تلعب 5-6 مباريات بنفس اليوم، واذا كان وزنه عالي فصعب كثير انه يكمل الخمس مباريات، بدك تريحيه يعني قبل شهر انه يضلهم ثابت على وزنه، لانه عم بيحكي عمر كان بالزبط. انه في النزالات يعني ربع ساعة تقريبا فقط بين نزال ونزال، وقديش المجهود اللي بيعطيه هي اكثر مدة ربع ساعة اكثر مدة راحة ربع ساعة، يعني هيك قانون الاتحاد الدولي. والبطولة اللي صارت يعني حتى عملوها 6 اوزان على النظام الاولمبي، فكان كل إشي فيها أولمبي، يعني فعلا عمره في مباريات يعني 10 دقائق ربع ساعة تقريبا وينزل، فمجهود يعني مجهود طبعاً. كبير طبعاً. نعم عمر برضو بما أنه حضرتك موجود مع زملائك اللاعبين المشاركين بهاي البطولة، خبرنا الأجواء بينكم كيف بتكون يعني بين اللاعبين لما بخلص حدا نزال، كيف بتكونوا وشو بتدعموا بعض؟ مثلا لما كان مثلا واحد يفوت على المباراة يخلص مباراته يكون فايز، انه نقعد مثلا نبارك له وننبسط له لانه كنا نلعب بروح الفريق الواحد، او مثلا اذا لا سمح الله كان مثلا يطلع اللاعب من عندنا خسران كنا نقول له بنعوضها بالمباراه الجايه لانه لسه يكون في له نزلات ثانيه عشان يعوضها. ممتاز. نفس السؤال لك عمر، ليش المصارعه اول شيء؟ هسه المصارعه لعبه كثير قويه وممتعه. مين اللي حطها براسك يعني؟ والله شوفي بالبدايه يعني انا ابوي وداني عليها فأنا كنت صراحة كثير مستغرب من الموضوع إنه شو مصارعة يعني، فلما رحت على أول تمرين والله صراحة تعلقت فيها كثير يعني. أيوة صارت كان عمري تقريبا 11 سنة 12 سنة، فهي بتصير خلص بالدم، بتضلك أنت ممارس إلها طول العمر يعني. صح صح.
وشو فرقت شخصيتك بعد احترافك خلينا نقول بالنسبة. والله صراحه كثير بتهذب، يعني بتخليك تبعد مثلا عن شغلات انت كنت تعملها مثلا من مشاكل انه مثلا تطاول على حدا او اي شيء. عندك ثقه بحالك مظبوط صفيفه قادر انك تضبط اعصابك. كابتن زين دائما اللعب باسم جهة معينة، باسم بلد، باسم أمن عام، فيه مسؤولية كتير كبيرة. إحنا اليوم بنحكي عن الأمن العام ودائما الإنجازات بتكون موجودة، قديش هاي المسؤولية أو قديش هذا الشيء بيعمل مسؤولية عليكم كمدربين وكلاعبين؟ السؤال أيضا لعمر. هسا أنا بدي أختصر، بدي أجاوب طريقة ثانية. هسا أنت مجرد ما اللاعب يطلع منصة التتويج كل إشي تعب بروح، وإذا كانت البطولة خارجية، يعني أنا قبل بال 2019 أخذت الشباب على تونس، جابوا ذهبيتين بالزوت واستضفتوا ونعنتوا عنكم. لما علم بلدك يرتفع قدامك والسلام الملكي يطلع كل إشي بتنسيه، فهون بتحسي أنت أنك أنجزتي، عرفتي؟ فأكيد مسؤوليتك ما بتكون مسؤولية يعني عادية، عرفتي؟ لما أنت تتوج انت ويرتفع علم بلدك بالسلام الملكي وهيك، يكون اكيد شعور يعني لا يوصف اكيد. عمر نفس الجواب، نفس السؤال. مسؤولية انك تلعب باسم المملكة، باسم منتخب، وايضا باسم الامن العام. والله مسؤولية كبيرة، يعني بتحس حالك انه انت في وراك جيش كامل قاعد بدعمك، فانت لازم تحارب مع هذول كلهم عشان انت ترفع علم بلدك وتنافس على الميدالية الذهبية. ان شاء الله دائما الذهب حليفك ان شاء الله. بس بنرجع ناكد هون كابتن زين اللي حضرتك تفضلت فيه، انه المدرب بيحمل على عاتقه مسؤوليات كثيره، وبهمنا انه برضه نضوي عليها، انه برضه المدرب مش بس عم بياكل هم لاعب واحد، لا هو كل الفريق اللي معاه، تغذيه، نوم، صحه. وبدي اسال حضرتك هون، هل كمدرب الدورات اللي بيتم الحقك فيها حتى تحسن من مهارات او ترفع من مستوى الاداء للفريق، خبرنا عنها شوي لو سمحت. والله شوف، بالنسبه للدورات بدي ابلش بالدورات. انا الدورات يعني الاتحاد هسه مش مقصر بصراحه، بيعمل لنا دورات قاعد من الاتحاد الدولي، هي اذا بدك تخليها حساب هي كثير مكلفة. بس هم عاملين لنا اياها مجانا. انا اخذت دوره الاي قبل سنه، هي بدي ابلش في البي ان شاء الله. الامور كثير كويسه بالنسبه للدورات. بالنسبة للتدريب يعني الشباب، بدي أضيف شغلي أنا بصراحة، يعني الشباب بس سمعوا جلال سيدنا وعرفوا أنه هو بحب هاي اللعبة وكان يلعبها وكان نفسه يلعب بالأولمبياد في لولا الإصابة اللي صارت، بصراحة هم كثير يعني صار عندهم يعني شغف بالبطولة، شغف بالإنجاز، عرفت كيف؟ بعدين يعني هي لعبة كثير، أول لعبة أولمبية يعني المصارعة، عرفت كيف؟ ف يعني انا متوقع ان شاء الله حتى للشباب، يعني خصوصا شباب الامن العام، يعني متوقع ان شاء الله السنه راح يكون في انجاز كبير لهم باذن الله، خاصه انها لعبه ملكيه كمان. احنا عم نتحدث عن الامراء والملوك، كانت المصارعه هي سمو الامير علي كان يلعب مصارعه حره، والجلال سيدنا كان يلعب المصارعه الرومانيه، فهي لعبه كثير يعني لعبه ملكيه. صحيح. كلمات اخيره من حضراتكم. بنشكرك على الاستضافه الحلوه، اهلا وسهلا، يعطيكم الف عافيه. نوجه تحياتنا لاهلك، ونوجه تحياتنا اكيد لكل الاشخاص اللي دعموا. اكيد شكرا لكم، وعن جد انتم يعني مش اول مره بتستضيفونا، دائما يعني الله يسعدكم يا رب. بحب اشكر كمان مره اتحاد المصارعه، بحب اشكر عطوفه الباشا ينال بيك الجازي، وبحب اشكر كمان مدرب المنتخب الوطني عندنا يحيى ابو طبيخ، برضو اليوم طالعينهم على التضامن الاسلامي. صحيح. الله يا رب ييسر امرهم ان شاء الله ويرجعوا له بإنجاز، لأنه إنجاز إلنا كلنا بإذن الله. إن شاء الله شرفتونا، وألف مبارك هذا الإنجاز. الله يبارك فيك، شكرا لك، طول عمرك. أكيد بنوجه تحياتنا لكافة اللاعبين بكل الألعاب اللي هي أظن 12 لعبة متجهة للتضامن الإسلامي بتركيا حتكون، فتحياتنا للجميع وموفقين يا ربي.